بيني. جيمينيز بيلعبها هذه عرضيه امام المرمى. جول 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 اوه امام المرمى. السلام البنيني يا عمي، البنيني بهدف المرمى ويعلن عن تقدم الفرسان بالهدف الثاني. يا سلام يا يوسف محمد واصف بفرحه ونظره من كنافارو وربيعه النابوده، والاهلاويه كلهم اشعلوا المدرجات واعلنوا عن تقدم النادي الاهلي بهدف ثاني بمتابعه من يوسف، من كره ماجد الى المجد وكره يوسف اخر جمال، والاهلي يتقدم على حساب الشباب في ديربي الغرائب، ديربي عجاب، ديربي المتعه. يوسف محمد واصف، انت سجل يا حفيد واصف، وانا اللي راح اوصف واعلن عن تقدم النادي الاهلي بهدف ثاني عن طريق لاعب نادي كولن باحلى كلونيا باحلى ريحه الاهلاويه. القرار سليم، ضربه مرمى عاليه واماميه تصل الان اقرب.